قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى خلال لقاء خاص مع قناة حلب اليوم إن لجنة الحج السورية العليا شهدت تطورا كبيرا من خلال عملها الطويل بمجال الحج. يعني المجموعات طبعا السنة كنا يعني موفقين أكثر، لأنه كل ما نحن كل سنة عم نستفيد من أخطائنا السابقة عم نطور حالنا. يعني لجنة الحج السورية من 2012 لحتى الآن المسافة اللي قطعتها أو التطور اللي حصل فيه أصبحت نموذج للبلدان الأخرى. يعني لذلك نحن عم نلاقي أنه في تطور، في تنظيم أكثر. يعني حضراتكم كنتوا موجودين بعرفات وبالمناك، شفت أنه المجموعات كانت منظمة. وفي اللقاء الخاص لحلب اليوم أشار رئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى إلى أن المميز في حج هذا العام هو مشاركة الجرحى والمعاقين السوريين. طبعا لجنة الحج العليا هي من منجزات الثورة السورية، وإن شاء الله ثورتنا منتصرة والمعارضة قادرة لإدارة الملفات، وهذا مثال ملف الحج، والرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا. طبعا كل الحجاج والكادر الإداري ولجنة الحج كان دعائنا لجرحانا بالشفاء العاجل ورحمة لشهدائنا. وفي شيء جديد حصل السنة، أنه كان في 270 جريح ومعاق أنه تم أدوا مناسك الحج السنة، هذا أول مرة، وإن شاء الله في السنوات القادمة هذا بدأ تتكرر.